مرحبا، أنا إسلام قداح، أخصائي العلاج الطبيعي في مركز فيزيوان. اليوم راح أحكي لكم عن موضوع جدا مهم ممكن يأثر على حياة كثير من الأشخاص في حياتنا. راح نحكي عن موضوع DVT أو Deep Vein Thrombosis اللي هو الجلطة الوريدية العميقة. طبعا هاي الجلطة معظم الحالات اللي بتصيبها ممكن تكون في الأقدام، ولكن ممكن تكون نوادر في أجزاء أخرى مثل الأطراف العلوية. راح أحكي لكم عن أهم، ما راح أدخل كتير بالتفاصيل الجلطة وكيف بتصير وكيف ممكن تأثر على حياة البني آدم، ولكن هي بتصير بالعادة عند الناس اللي حركتهم محدودة، الناس اللي عندين عمليات وما كان في حركة بعد هذه العمليات، يعني كان في كسل شديد في الأطراف السفلية، الناس اللي مقعدين على الكراسي المتحركة وما في أي حركة للأطراف السفلية ممكن تسبب لهم هاي الجلطات. راح أحكي لكم عن أهم الأعراض، ما راح أدخل كثير في الموضوع لأنه بيهمني هاي الأعراض ننتبه لها عشان نراجع الطبيب بأسرع وقت، ومن بعدها إيش أهم التمارين اللي بتمنع حدوث هذه الجلطة. أهم الأعراض اللي لازم ننتبه لها لاحتمالية حدوث الـ DVT في الأطراف السفلية خصوصاً، اللي هي انتفاخ في أحد الساقين أو كلاهما. طبعاً ممكن يكون عندي هذا الانتفاخ في بطة الساقين بالعادة، عندي احمرار في البطين بيكون لونها أحمر، سخونة لما تحط إيدك تلمسها بيكون شوي دافية أو حامي شوي، وأهم شيء إنه لما تضغط عليها تعمل سكويز، لما نضغط عليها بيكون في سيفير بين، ما بنحكي عن ألم عادي، بيكون ألم حاد. إذا تواجدت هاي الأعراض جميعها لازم نراجع الطبيب لعمل الفحوصات اللي بنعملها عند الأطباء لاستبعاد أو للتأكد من وجود الـ DVT. معظم هاي التمارين راح نعملها من وضعية الجلوس على الكرسي، لأنه الناس المعرضين لهاي الحالة المرضية معظمهم من الناس اللي بيعانوا من مشاكل في الحركة، حركتهم قليلة، فعشان هيك راح نستعين بالكرسي ونعملها. التمرين الأول راح نعمله اللي هو البامبنج اكسرسايز، وهذا التمرين بيساعد على التروية الدموية، إنه الدورة الدموية تتحرك بالشكل الطبيعي، أو حركات دورانية في القدم طبعا باتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة. هاي التمرين ممكن نعمله لغاية دقيقتين، والتكرار 4-5 مرات يوميا زي ما احنا شايفين، وبنستمر على هذا التمرين. التمرين الثاني اللي ممكن نعمله هو نعمل عملية مد للرجل، العضلة الرباعية والترخيص. اوكي، هلا بنطلع براحتنا، بنثبت قدر ما يعني قدر الامكان ثانيتين ثلاثة اربع ثواني وبننزل. هذا التمرين بيساعد ايضا على تقوية العضلة الرباعية وعضلات الرجلين، واهم شيء انه بيساعدنا كمان تنشيط في الدورة الدموية واطالة العضلات بالطرف المصاب. من التمارين اللي كمان مهمة ممكن نعملها اللي هو الهيل سترايك، اللي هو عملية الرفع والتنزيل زي ما احنا شايفين، نرفع الكعب وننزله واحنا جالسين. برضو التكرار ممكن نعمل من 10-15 تكرار 4-5 مرات يوميا. وبرضو ممكن نعمل هذا التمرين رفع الكعب والأصابع بالتناوب. وأيضا من التمارين ممكن نعملها عملية رفع المفصل الحوض أو الفخذ، سحب. هلا هاي التمارين كلها حركات للأطراف السفلية، فراح تساعد في تحسين أو التروية، تحسين التروية الدموية وتليين العضلات ومنع حدوث أو الإصابة في الـ DVT. يعني هاي التمارين ننصح فيها الناس اللي حركتهم جدا قليلة. إحنا أول شيء ننصحهم بالحركة
ولكن ضروري جدا كمان نعمل التمارين للمحافظة على عضلاتنا والدورة الدموية تضل سليمة. أنا كمان إشي جدا مهم ممكن نعمله اللي هو عملية ضغط خفيف للبطة زي مساج خفيف على المنطقة، وهذا راح يساعد كمان يضل العضلات والدورة الدموية شغالة وضعها الطبيعي في هاي المناطق. بتمنى تكونوا استفدتوا من التمارين والمعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو، وما تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. نشوفكم على خير.